كيف القدس؟ الحمد لله. أمين أخذ شغل كثير منيحة مع شركة تلفون وسيارة. ملكان؟ لا. أنا مش طبيعي، كل مرة نفس القصص. معنيين؟ أنت شو ما أخش لي أكدش سجور كرجع. الدنيا عاد اللي كان ناقصني هسه بكره بتحوني من الشغل. شو في كله تمام؟ في شي حاجز على الفوت على البلد. انا بمشق تعقال هاي ترى تتكلمني؟ عمي لوين وصل؟ ما حدا تفرق انه بنطلع من هالدار والله يا حاج. بس كل هذا الوضع كل شيء برجع تمام. اكيد انت قاعد عم تعمل اخلق امريكا ولا بتصير اسفه؟ انا مساق. ما كانتش خطة ابدا، هيك حكيت متفق عليها. شو مع ميرا؟ كل شيء تمام؟ تعرف منك؟ لا بنمرق فترة مش كتير منيحة. أني أحشر ونعفت بشروط الكحول. وجيت اقول لك اني انا بحبك كتير كتير كتير. طيب يلا ان شاء الله كل شيء بيخلص عن قريب.